السلام عليكم. معاكم منى بدر ودي قناتي. عايزه تعملي شنطه سهله وسريعه ما تاخدش معاكي وقت خالص، والنتيجه بتاعتها كمان في الاخر تطلع تحفه ومرضيه جدا ليكي، غير ان حجمها حلو كمان جدا من جوه. فالفيديو ده اكيد ليكي. استخدمت خيط سلسله واستخدمت معايا ابره رقم 4.5. بسم الله، وعملت عقدة بداية. وبعدين اشتغلت 55 سلسلة او ما يعادل 40 سنتي. ده شكل السلسلة من قدام، انا مليش دعوة بيه خالص، انا بقلب السلسلة كده وبشتغل في حلقة ظهر السلسلة من ورا او العمود الفقري بتاع السلسلة، زي الاماكن اللي بشاورلك فيها دي بالظبط. السلسلة دي بعتبرها سلسلة ارتفاع، مش بشتغل فيها، بشتغل من السلسلة اللي بعديها، بشتغل في حلقة ظهر السلسلة من ورا وهعمل غرزة حشو. والسلسلة اللي بعديها وبرضو بشتغل فيها غرزة حشو. واللي بعديها وهشتغل برضو غرزة حشو، وهفضل شغيلة غرز حشو على طول السلسلة كلها، يعني هشتغل 54 غرزة حشو. تقدري تستخدمي نوع الخيط المتاح عندك، الديزاين ده في الشنط هيكون حلو قوي في اي نوع خيط. هنا انا وصلت خلاص لاخر سلسله في الصف، برضو هعمل فيها غرزه حشو وشديت عقده البدايه كويس. هرتفع سلسله والف الشغل. شغلي هيكون في الحلقه الخلفيه. انا السلسله عندي مكونه من حلقتين، حلقه اماميه وحلقه خلفيه. انا شغلي هيكون كله في الحلقة الخلفية. هدخل في الحلقة الخلفية وهعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها برضو هعمل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. افضل مكملة غرز حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل لحد اخر السطر. يلا واحنا شغالين مع بعض كده بفكرك بالاشتراك، ينفع عليه الجرس عشان في حاجات جامده جايه، وكمان اكتبي لي كومنت كده عرفيني رايك، وكمان بتتابعيني من اي بلد، واكيد اكيد مستنيه اللايك والشير بتاعتك. انا هنا خلاص اهو وصلت لاخر غرزه، هعمل فيها غرزه حشو في الحلقه الخلفيه.
وده بيكون شكلها بعد ما بخلص كل غرز الحشو. هرتفع بقى سلسلة وألف الشغل وأبتدي أكرر اللي أنا عملته في السطر الأولاني. هشتغل برضو غرز حشو في الحلقة الخلفية. طبعا غرزة الارتفاع أنا مش بشتغل فيها، مليش دعوة بيها خالص، أنا بشتغل في الغرزة اللي بعدها وبتأكد كل سطر إن أنا عندي 54 غرزة حشو في الحلقة الخلفية. وبفضل مكملة السطر بتاعي كله غرز حشو في الحلقة الخلفية. وبعد ما اخلص السطر هرتفع برضو سلسلة وهفضل برضو شغيلة غرز حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اخلص القطعة بتاعتي كلها بنفس الطريقة. ارتفع سطر، اشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. هنا عملت اهو بالظبط 36 سطر او ما يعادل 22 سنتي. نفصل بقى الخيط خد السلسلة على طول، اول ما تفصليه بأي مقص لازم على طول طرفه كده بالولاعة عشان ما يكرش منك بس. وابتديت بقى انضف اي خيوط زيادة عندي في القطعة تحت الغرز كده. وكمان الخيط بتاع عقدة البداية كمان تحت الغرز كده. خلاص القطعة عندي نظيفة وزي الفل. بالظبط 40 سنتي طول والعرض بتاعها كان 22 سنتي. بطبق بقى كده جسم الشنطة على بعض ويلا بينا نعملها الجنبين. عملت عقدة بداية واشتغلت 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. هعمل سلسلة كمان ارتفاع، بلف السلسلة كده وببتدي اشتغل في حلقة ظهر السلسلة من ورا. طبعا السلسلة بتاعت الارتفاع مش بشتغل فيها، بشتغل من السلسلة التانية. وهعمل غرز حشو، يعني هعمل 6 غرزة حشو. ده عملنا 1 2 3 4 5 6. ده كده السطر الاولاني خلاص ب6 غرزة حشو. هرتفع سلسلة، طبعا السلسلة بتاعت الارتفاع مليش دعوة بيها خالص، هخش في السلسلة اللي بعديها وهشتغل فيها تزايد، يعني هعمل 2 غرزة حشو. انا كده عملت 1 ودي كده التانية، يعني 2 غرزة حشو. بعد كده بشتغل غرزة حشو عادية خالص، ايه دي المفروض دي كده رقم 3، وبعدين كده الرابعة، الغرزة الخامسة، الستة، واخر برضو سلسلة عندي بدخل وبعمل فيها تزايد، يعني غرزتين حشو. ادي 1 2. انا السطر الاولاني كان 6، السطر التاني لازم تعديه يكون 8. ده خلاص 8 عندي تمام. ابتدي بقى السطر اللي بعد منه وابتدي اشتغل غرز حشو عادي خالص بدون اي تزايد. هفضل شغالة غرز حشو كده لحد ما ارتفع 9 سطور، يعني يكون عندي 9 سطور غرز حشو ويكون فيها عدد الغرز 8. يبقى السطر الاولاني 6 غرز، السطر الثاني 8 غرز بعد ما عملنا التزايد، وبعدين نرتفع 9 سطور يكون فيهم عدد الغرز 8. هرتفع سلسلة وبعدين الف الشغل وابتدي اعمل تناقص. هعمل تناقص ازاي؟ هدخل في اول غرزة تحت السلسلة عادي، وتاني غرزة برضو تحت السلسلة عادي، مش بقفلهم، بقفل الاتنين مع بعض، يعني بخلي الغرزتين يبقوا غرزة واحدة بس. وبعدين بعمل غرز حشو عادي خالص تحت كل غرزة.
لحد ما اوصل للغرزة اللي قبل الاخيرة. كده وصلت لاخر غرزتين وهعمل برضو فيهم تناقص، هنزل كده تحت الحلقتين في اللي قبل الاخيرة والاخيرة، هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة، باخدهم كلهم غرزة واحدة. كده انا عملت تناقص، يعني رجعوا 6 غرز تاني. هرتفع السلسلة وابتدي بقى اشتغل تحت ال6 غرز عادي بدون لا تناقص ولا تزايد، واعمل 4 سطور. احنا كنا عملنا سطر مع بعض، ده كده السطر التاني. ده كده السطر الثالث. وده كده السطر الرابع. هرتفع السلسلة بقى والف الشغل وابتدي اعمل تناقص كمان مرة. ارتفعت السلسلة وهبتدي اعمل تناقص كمان مرة، هدخل تحت الغرزة الاولى والغرزة التانية، هيبقى عندي 3 لفات على الابرة، هاخدهم يبقوا غرزة واحدة بس. تمام، انا كده تناقصت اول غرزتين، هفضل بقى شغالة. ادي غرزة كمان، غرزة حشوة عادي خالص تحت الحلقتين، غرزة حشوة عادي خالص تحت الحلقتين، واخر غرزتين هعمل فيهم تناقص. فبقى عندي كده 4 غرز. هشتغل 4 غرز، هشتغل عليهم 4 سطور. انا كده عملت السطر الاولاني اللي تناقصت فيه، ده كده خلاص السطر التاني اللي انا شغالة فيه اهو. ده كده السطر الثالث. ده كده السطر الرابع. كده احنا ماشيين التناقص تمام. هنرتفع السلسلة ونبتدي نتناقص كمان مرة، اول سلسلة وتاني سلسلة، هنبتدي كده نجمعهم، هيبقوا غرزة واحدة بس، والغرزة قبل الأخيرة والأخيرة هيبقوا برضو غرزة واحدة بس. يعني أنا كان عندي 4 غرز فبقوا غرزتين. هشتغل بقى على الغرزتين دول، طبعا احنا عملنا كده سطر، هشتغل عليه سطرين كمان. هرتفع السلسلة وهتناقص بقى اخر سطر، الغرزتين دول هخليهم غرزة واحدة بس، وده هيكون اخر سطر عندي في الجنب. ده كده شكل الجنب بتاعي اللي انا عايزاه بالظبط. اول سطر عملت 6 غرز، بعد كده عملت 8 وارتفعت 9 سطور، بعد كده عملت 6 وارتفعت 4، بعد كده 4 وارتفعت 4، بعد كده 2 وارتفعت 3، بعد كده هي واحدة بس. ننضف بقى الخيوط، اي خيوط زايدة في الجنب. انا خلصت الجنب، مش هفصل الخيط، هخلي الخيط زي ما هو. نبتدي بقى نركب الجنب الاولاني. ركزي معايا بقى، اول غرزة عندي بدخل تحت الحلقتين كده، بروح جاية سحب الخيط منها ومن الحلقة اللي على الإبرة اللي هي أصلا كانت آخر غرزة معمولة في الجنب. هبتدي بقى أحط الجنب كده الغرز قدام بعض، وهبتدي أوصلهم ببعض بغرزة منزلقة. هتوصلي آخر كل سطر بالغرزة اللي قدامها زي الأماكن اللي بشاورلك عليها كده بالظبط، هي بتبقى باينة جدا في القطعة. واول ما هتحطي الجنب اصلا مع القطعة هيبقوا باينين جدا واضحين جدا مع بعض، يعني اماكنهم هتبقى معروفة قدام عينك.
ابتدي بقى انزل كده تحت الخيط وادخل في الغرزة اللي قدامها واسحب الخيط من الجنب واسحب الخيط من الغرزة الاصلية واعمل غرز بقى ايه منزلقة كده على طول الجنب. كده انا خلصت الغرز بتاعت الجنب الاولاني، دخلنا بقى في الغرز بتاعت القاعدة. هنبتدي برضو الغرز باينة قدام بعض جدا. هنحط الابرة تحت الحلقتين من هنا ومن هنا واسحب الخيط وبرضو اكمل غرز منزلقة لحد ما اخلص الغرز بتاعت القاعدة كلهم اللي احنا اصلا كنا عاملينهم 6 غرز. انا خلصت خلاص تركيب الغرز بتاعه القاعده، نبتدي نعمل الغرز بتاعه الجنب بنفس الطريقه اللي عملنا بيها الجنب الاولاني.
الجنب الاولاني انا ركبته تمام. هو المفروض افصل الخيط بس انا مرضتش افصله غير لما اركب الجنب التاني واتاكد ان هما الاتنين قدام بعض ومظبوطين بالظبط بنفس الاعداد بنفس الطريقه بتاعه التزايد اللي في الاول والتناقص في الاخر. عملت قطعه زيها بالظبط تكون الجنب التاني وطبعا ما فصلتش الخيط عشان هخيطها بنفس الطريقه بتاعه الجنب الاولاني بالظبط. بدخل كده تحت الحلقتين وببتدي اسحب الخيط واعمل منزلقه لحد ما اخلص الجنب كله. كل غرزه مع اللي قدامها منزلقه لحد ما اوصل لحد اخر الجنب بالظبط. كده انا ركبت الجنب وكله تمام عندي والاتنين مظبوطين قدام بعض بالظبط مفيش حاجه في الشنطه ولا اي حاجه. فصلت الخيط بتاع الجنب الاولاني ونضفت طبعا الخيط كويس جدا تحت الغرز. والخيط اللي ما فصلتوش بتاع الجنب التاني هبتدي بقى يشتغل كده غرز منزلقة على القطعة كلها. هعمل بس كده سلسلة وابتدي بقى ايه اشتغل غرز منزلقة يعني الجنب في غرزة هبتدي اعملها كده منزلقة مع كل غرزة قدامي شايفاها هبتدي اعملها منزلقة. القطعة اللي احنا اشتغلناها برضو قدام كل سطر كده غرزة المنزلقة بتاعته هنا وهنا 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 هنا وهنا لحد اخر القطعة. كده انا وصلت للجنب التاني وهبتدي برضو اشتغل قدام كل غرزة كده غرزة منزلقة. في الجنب اللي انا عملته ده هعمل غرزة منزلقة واحدة وبعدين الجسم بتاع الشنطة نفسه وابتدي اعمل برضو قدام كل سطر غرزة منزلقة. انا وصلت للجنب وانا اصلا كنت شغاله خلاص السطر الاولاني منزلقه هفضل بقى شغاله غرز منزلقه دوران مفيش بقى فواصل ولا اي حاجه وهرتفع 5 سطور.
انا كده ارتفعت 5 سطور بالضبط. هفصل بقى الخيط واكون اخر غرزة. بترتفعي السطور اللي انت عايزاه وبتوفي عند نفس المكان اللي انت ابتديتي منه. احنا ابتدينا من الجنب فخلاص وقفنا كده هنا خلاص في الجنب. هنكون بقى مع بعض اخر غرزة. شايفين الغرزة دي؟ بسيبها خالص. بدخل في اللي بعدها وبسحب الخيط. وبعدين بروح للغرزة اللي طالع منها الخيط وبدخل من قلبها كده وبسحب الخيط على جوه. بيعمل معايا شكل الغرزة بالظبط. والخيط الزيادة هبتدي بقى انضفه كده واحدة واحدة تحت الغرز. كده الشنطة عندي جاهزة. لحد هنا تقدري تكتفي وتركبي لها مغناطيس في النص، بس انا حبيت اركب لها سوستة. باخد مقاس السوستة بالظبط وببتدي اقصها، بس بتقصي زيادة حاجة بسيطة من الجنب ده ومن الجنب ده. وركبت الجرار بتاعها. بثبت كده الاول السوستة من الجنب. كده احنا ثبتناها من الجنب كويس. فتحت بقى السوستة وابتديت اثبتها على الجنب ده والجنب ده. اذا عايزة تفاصيل اكتر عن تركيب السوستة، الفيديو اللي قبل ده شرح السوستة بالتفصيل وقايله لك ازاي تعملي السوستة من غير ما تعوج معاكي، وكمان ازاي تركبي الجرار للبنوتات اللي مش بتعرف تركب الجرار. هفضل بقى ماشية رايح جاي كده عادي خالص خياطة لحد ما اوصل للجنب. بتني كده السوستة لتحت، بيبقى في عندي زي تانية كده في القماش، بتنيها كده على ايدي وباخدها غرزة بالخيط عادي خالص. والجزء اللي تحت بتاع السوستة ببتدي اثبته كده من تحت في جسم الشنطة عادي. بركب الجنب التاني بنفس الطريقة ويبقى كده السوستة عندي جاهزة. السوستة عندي مظبوطة مفيش فيها اي تعويجة وظبطة لي الشنطة بالظبط. ركبت كمان الحلية دي. تقدري تركبي اي اكسسوار موجود عندك وحلقتين سهلة الفتح والسلسلة. يعني شنطة سريعة جدا لو جربتيها هتخلص معاكي بسرعة وجد لذيذة قوي وكمان عملية جدا. يلا بقى لايك، وكمان مستنية رأيك جدا في الكومنتس. واذا تعرفي حد مهتم ممكن يعمل شنطة سهلة وسريعة متاخدش معاها وقت ابعتيله الفيديو. واستنوني في فيديو جديد.